الفيديو ده هعرفك ازاي تعرف عدد الارباح اللي بيكسبها اي يوتيوبر شهريا وسنويا على اليوتيوب، وكمان عدد المشتركين وعدد المشاهدات ليه شهريا وسنويا. كل اللي انت محتاجه تخش على موقع اسمه سوشيال بلاد، وتاخد اسم الشخص، اسم قناه الشخص اللي انت عايز تعرف عدد ارباحه كام، او تعرف المعلومات الخاصه بالقناه بتاعته كام، وليكن مثلا ابو فله، نختار اسم القناه دي تعمل لها سيلكت ونختارها كوبي، ونخش على الموقع ده ونعمل لها باست ونبدا سيرش سواء هنا او هنا. جاب لك معدل الأرباح اللي بيكسبها أبو فلة شهريا من حوالي 37,000 دولار ل 592,000 دولار ده شهريا، سنويا حوالي 444,000 دولار ل 7 مليون دولار سنويا. طبعا بيجيب لك بعض البيانات اللي هي الخاصة بقناة أبو فلة، عدد المشتركين، السبسكرايب رينج، والسوشيال بلاد رانك، كل البيانات اللي هي الخاصة بأبو فلة شهريا من حوالي 21/6/2023 لغاية 4/7 يومنا هذا 4/7/2023.